ثم يأتي الملحظ الرباني من الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتنا رأينا إخواننا. الرسول محمد حبيب الله خليل الله ومعه أصحابه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو ذر وأبو الدرداء، ومعه هؤلاء الأكابر سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وطلحة بن عبيد الله والحمزة، ومعه هؤلاء الأكابر، ومع ذلك يتمنى يشتهي يشتاق فيقول: ليتنا نرى إخواننا. قلنا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، أما إخواني فقوم يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني. الله، ها أنتم ذا اشتاق لرؤيتكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل اشتقتم لرؤيته؟ إنه ليخجلني أن اشتاق لأمثالي رسول الله، يخجلني ويؤلم قلبي ويجرح فؤادي. قوم يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني. كأنه نحن. يشتاق رسول الله، يقول: ليتنا نرى إخواننا، يسمينا إخوانا. أو بعد أبي بكر وعمر يشتاق لغيرهما؟ هذين الهرم، هذين الجبلين العظيمين الكبيرين الإمامين، هل يشتاق لغيرهما مع وجودهما؟ هذا حديث الشوق بثه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.